كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا هذا كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ ماذا ماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ انظري إلى طائر السنون يبتعد مسرعا. نعم إنه السنون يهاجر فقد حان وقت رحيله. لماذا تهاجر الطيور في الشتاء؟ لأن فصل الشتاء بارد جداً وهي لا تجد طعاماً تتغذى به. ما هو غذاؤها؟ تتغذى على الجوز والحبوب والبندق، لذلك تهاجر إلى بلاد أخرى لتحصل على طعامها هذا. وكيف تجد ما تأكله في فصل الشتاء؟ عندما يأتي فصل الشتاء إلى بلادنا يكون الصيف قد بدأ في بلاد أخرى مثل أفريقيا. أليست إفريقيا بلاداً بعيدة؟ فكيف تستطيع هذه الطيور الصغيرة أن تقطع كل هذه المسافة البعيدة؟ هذه الطيور الصغيرة مدهشة، فالسنون يستطيع أن يستمر بالطيران مسافات طويلة من دون توقف ويبقى حياً ويتغذى بالغذاء الذي خزنه تحت جلده. ألا ينام في أثناء سفره؟ بلى، وهي تستطيع النوم في أثناء طيرانها. حقاً هذا مدهش، ولكن إذا كان الطعام متوافراً في إفريقيا فلماذا لا تبقى الطيور دائماً هناك؟ لقد أخبرتك أنه عندما يكون الشتاء عندنا يكون في إفريقيا الصيف. وعندما يكون الشتاء في إفريقيا يكون الصيف قد عاد عندنا، فتعود وتهاجر إلى بلادنا من أجل الطعام. تعود إلى بلادنا مع بداية فصل الربيع. سننتظر فصل الربيع لتعود إلينا، سوف نشتاق إليها كثيراً. إنني أسمع صوت زقزقة في الحديقة وأرى عصفوراً أحمر جميلاً. يا الله ما أجمل صوته ولونه. إنه طائر أبي الحناء صاحب الصوت الجميل، يبقى معنا ولا يهاجر حتى في الشتاء. شكراً لك يا أختي على هذه المعلومات المهمة. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟